زي عبد الله السعيد كده بقاله 3 4 مرات ما بيلعبش، فتمام، فانا خلاص تمام. بس ما ينفعش اللي هو مثلا مره واحده كان يلعب عبد الله السعيد ونصر ماهر ودونجا زي ما قلت لك في ثلاثه الملعب يلعبوا الثلاثه مع بعض، والمباراه اللي بعديها الثلاثه قاعدين. طب ما انت عاوز تعمل روتيشن صح؟ طب خلاص ما تلعب عبد الله السعيد مباراه ورايح ناصر ماهر، المباراه اللي بعديها عبد الله السعيد لعب يريح وناصر ماهر يلعب، دونجا يلعب مباراه ومحمد روشا رؤى مباراه، تمام. ما يبقاش اللعيبه المميزه كلها في مباراه وانت السكواد بتاعك زي ما بتقول عالي فبتلعب فبتأدي بشكل قوي جدا، تيجي المباراه اللي بعديها مفيش تجانس، مفيش خبرات، انا لعبنا قبل كده لما طلعت انا وسط كابتن مدحت عبد الهادي، كابتن سامي الشيشيني، حسام عبد المنعم، كابتن هيثم فاروق، وائل الاباني، الناس دي كانت بتشني تمام. ما طلعتش انا لوحدي، لعبنا كلنا وسط مثلا مجموعه صغيره، مجموعه مش اساسيه، بتكلم عن نفسي زي المجموعه اللي قبلينا، بواحد السيد، طارق السيد، ايمن عبد العزيز، الناس دي طلعت برضو في وقت لعبوا واحد او اتنين في وسط مجموعه كبيره تمام. فاحنا يعني انا مش عاوز اظلم اللعيبه الصغيره، عندنا طول عمر الزمالك بيطلع لعيبه كويسه جدا زيه زي الاسماعيلي، عاوز برضو ادي الاسماعيلي حقه، طول عمرنا من احسن الناشئين في مصر، عندنا جواهر في بجد والله بجد، بس امتى تلعب يعني التجانس، يعني واحد زي مثلا احمد مجدي لعب وكان كويس جدا، اول غلطه الناس كلها حملته حمل كبير جدا على فكره، طلع زي رفاعي احمد رفاعي، على فكره احمد مجدي ورفاعي الناس ما حملتهمش غلط، لا لا في ناس كتير، انا عضو في النادي وبتفرج هناك، الناس بص اقول لك هي بتقيم على 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 الاخطاء بس، ما بتقيمش لعيب مبشر وانا مش مبشر، يعني انا شايف احمد رفاعي هو غلط غلطه اللي هو رجع الكره ما كانش عامل سكان ومش شايف بس طول المباراه كان كويس جدا جدا دي حقيقة. انا شايف انا شايفه كويس. اللي هو بدا اقوى من حسام عبد المجيد يعني حسام عبد المجيد لما بدا كانت اخطائه كتيره جدا وفي الماتش الواحد كان بيغلط مرتين وثلاثه واربعه، بس صبروا عليه لحد ما بقى حسام عبد المجيد اللي هو بيتحط لازم نمره واحد، لو حتى الونش موجود هيتحط جنب الونش.